عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. في مجموعة الفيديوهات هذه باش نكتشفوا مع بعضنا كيفية استعمال وبرمجة الكارت ميكروبيت. في الكبسولة هذه باش نتعلموا كيفاش ندخلوا ل makecode.microbit.org وكيفاش نعملوا دي بروجي ونعملوا حساب خاص بنا. اول حاجة باش نضغطوا على ساين ان، نختاروا الحساب على مايكروسوفت او جوجل، سأختار على جوجل، ومن هنا طبعا كل المشاريع المنجزة ستكون في حسابي الخاص. إذا كان نحبوا نعملوا مشروع أول، My first project، كما تشوفوا لهنا عنا simulator يعني كارت ميكروبيت فيرتوال، نجم نبرمجوها ونجرب عليها كل المشاريع. مثلا سأختار النص Hello Tunisia، ومن ثم سأحاول أن أجرب الكود Hello Tunisia. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بسلامة.